بوسالم اليوم مع العمالقة، بوسالم اليوم في كأس العالم، أكيد بدأ من اليوم الاستعداد والتحضير لكأس العالم في الهند. هذه هي من الهند إلى سند، بوسالم في الهند مع كبار القارات وكبار العالم. الحمد لله تتويجنا البارح مش يخلينا نخدمه أكثر سعادة على البطولة العالم، أول مرة زادة كيف في تاريخ الجمعية. احنا ما عدناش معناها تجربة، مش نرجعوا للأهل الذكر كما يقولوا فيها، لازم نرجعوا للفرق اللي شاركت قبل واللي مش يعاونونا في التحضيرات، مش يعاونونا في البرمجة، مش يعاونونا في كل حاجة نستحقوها. احنا ان شاء الله من بداية من راحة مش تكون موجودة بالطبيعة، لكن مش نحاولوا نسقوا بعد الأسبوع هذا أول جوان، نسقوا مع الإدارة الكل ونسقوا مع الإطارات الكل الموجودة، مش نحاولوا نبرمجوا، خاطر هو ظهر لي يتيح في ديسمبر. معناها ديسمبر مش أعطيتك الدات بالضبط من 6 إلى 10 ديسمبر. ديسمبر عدنا شوية وقت مش ناخذوا الانيشيتيف اللازمة، وإن شاء الله نمثلوا تونس كما مثلنا تونس البارح، ضربوا تونس البارح في قلوبنا، شدينا صحيح لآخر وقت، ما خليناش تونس وحدها، خلينا الكوب في تونس. وهذه الجمعية لازمها ماهيش جمعية بوسالم، أنا هي مثلت البلاد الكل، مثلت تونس الكل، وتونس الكل تونس الكل لفريق مولودية، والكاس قعد في تونس ما مشاش لبلاصة أخرى. الحمد لله الحمد لله.